مصارف الزكاة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب الغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. فكانوا ينفقونها على الفقراء والمساكين والغارمين يزيد شيء، فيرسل إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ لما أرسله إلى اليمن، فلا قال فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة، يعني الزكاة، تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. والإسلام يريد أن يحمي مالك أيها الغني، فأنت لما كل سنة في وقت محدد سواء في رمضان أو في غير رمضان، كل سنة هذا الفقير الذي يراك تركب سيارة أحسن من سيارته، وتأكل طعاما أحسن من طعامه، وتلبس أحسن من لباسه، وتسكن بيتا أحسن من بيته، لما كل سنة تأتي إلى هذا الفقير وتقول له تفضل هذه مثلا 1000 ريال، هذه 2000 ريال، هذا الفقير يذهب ما في نفسه من ربما حقد أو حسد أو ربما نية للأذى، أن يأخذ منك المال بالقوة. فلما تعطيك كل سنة مالا كأنه يقول الله يكثر خيرك، الله يزيدك حتى تزيدنا، يدعو لك أن الله يربحك في تجارتك حتى تزيد زكاتك، وبالتالي يزيد ما تؤديه إليه. وهذا فيه بلا شك منفعة للغني، أن يؤتي زكاته إلى الفقير، هذا في منفعة الغني. ولذلك حتى الغني الذي يسكن مثلا حوله بيوت فقراء، فإذا كان مثلا يعطيهم دائما مثلا بعض الطعام، يعطيهم بعض الأمور التي يعني يتحبب بها إليهم والتي تنفعهم ولا تضره، فهذا بلا شك يكسر ما في نفوسهم. ولو أحدهم نظر إليه بعين حاقدة أو حاسدة، ثم وصله يوم الأيام طعام أو وصله لباس في العيد أو وصله مثلا أو وزع على أطفالهم في الشارع مالا يسيرا، يذهب ما في نفوس الناس. ولذلك أنت مأمور حتى في إخراج الزكاة أن تخرجها مالا، لا تأتي إلى الفقير وتقول لا أنا بعطيك طعاما، لا، أعطه إياها مالا، لأن شهوة المال في النفس تكسر إذا رأى المال بين يديه، إذا رأى المال بين يديه سواء كان ذهبا أو فضة أو ورق، هذه الشهوة تكسر في النفس ويكسر الشوق الذي ربما في نفسه لأخذها منك بالقوة لما تعطيه إياه. إلا إذا كان فقيرا لا يحسن التصرف بالمال، يعني بعض الناس أحيانا يقول هنا امرأة فقيرة مع أولادها وأنا عندي زكاة 1000 ريال، ولا أعطيتها هذه 1000 ريال، ربما عبث بها الأولاد، اشترى بها هذا جوال واشترى بها هذا كذا وذهبت في ساعة واحدة، وأنا أعلم أنها تحتاج إلى كيس رز وكيس سكر ودقيق وفرن للبيت وكذا، هل يجوز أن أشتري بهذه 1000 ريال حاجات لهم؟ فنقول إذا كان الفقير لا يحسن التصرف بالمال جاز أن تخبره بالمال ثم تشتري له. خلي زوجتك تقول هذه المرأة ترى فلان عنده لكم 1000 ريال، ماذا تريدون أن يشتري بها؟ قالت لا خليه يعطينا إياها، قالت يخاف يعطيك إياها ويلعبون بها العيال، فماذا تريدين أن يشتري بها؟ قالت والله احنا نحتاج إلى كذا، والكهرب عندنا يحتاج إلى تسديد، وعندنا مكيف خربان يحتاج إلى إصلاح، وعندنا كذا، فسدد بها هذه الأمور لا بأس، إذا كان الفقير لا يحسن التصرف بالمال. أما إذا كان يحسن فأنت أعطيه المال نقدا يفعل به ما يشاء، سدد به دينا، يعني يشتري به شيء، يفعل به ما يشاء.